بحيث ان انا اقدر من خلالهم احسب مين؟ احسب الواي كريتيكال. يبقى اول طريقه عرفنا الكريتيكال كونديشن اللي هو كيو تربيع في البي على الجي في اي كيو، وده الجنرال لاي كروس سكشن. بعد كده ان انا برسم السبيسيفيك انرجي من خلال السبيسيفيك انرجي اللي هي ما بتخش اجيب الواي كريتيكال. بعد كده الطريقه الثالثه اللي هو النيو كيرف، وعرفنا دي بنستخدمها امتى؟ لما يكون عندي في نفس الكروس سكشن ده قيم كتير قوي للدستشارج وانا عاوز اعرف الواي كريتيكال عند كل قيمه من دي. تمام؟ عندك بعد كده السيجما كيرف. السيجما كيرف ده عرفنا ايه هي السيجما اللي هو الكريتيكال سلو، اللي هو السلو لو مشيت بيه الشانل بتاعتي هيحقق لي عمق الميه ده هو الايه؟ الواي كريتيكال. واخر طريقه عندنا او اخر طريقتين عندنا اللي هما الكيو كيرف و في حاله الريكتانجلر والفيري وايد كروس سكشن. طيب الكيو كيرف اللي عندنا ده احنا عندنا ايه؟ مش السبيسيفيك انرجي بيساوي كام؟ بريشر هيد زائد فلوس هيد اللي هو الواي زائد ايه؟ زائد في سكوير على 2 جي. طيب اللي هي بتساوي كام؟ الواي زائد كيو سكوير على 2 جي اي سكوير، صح؟ تمام؟ طيب كنا بنقول ايه؟ ان انا عندي كل ما الواي بتتغير كل ما السبيسيفيك انرجي بيحصل له ايه؟ بيتغير. عشان كده رسمنا السبيسيفيك انرجي ايه؟ السبيسيفيك انرجي دايجرام. كنا بنقول ان الكلام ده عند نفس قيمه الكيو اللي هو الدستشارج عندي كان بيبقى ثابت. تمام؟ في الكيس دي هيحصل العكس. ازاي؟ ان قيمه السبيسيفيك انرجي هي اللي هتكون ايه؟ كونستنت. قيمه السبيسيفيك انرجي هي اللي هتكون كونستنت، وهنفهم ازاي دلوقتي. طيب قيمه السبيسيفيك انرجي هي الكونستنت، يبقى انا دلوقتي الكلام ده بيساوي ايه؟ كونستنت بيساوي الواي زائد كيو تربيع على 2 جي في الاي تربيع. وبالتالي المتغيرين اللي موجودين عندي في المعادله دي هو مين؟ الواي والديستشارج. عشان كده هنرسم هنا الكيو كيرف اللي هو العلاقه ما بين الواي وقيمه الديستشارج. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي كل اللي انا هروح اعمله ان انا هرسم الكيرف ده. يبقى انا عندي علاقه ما بين مين؟ الكيو وادي الواي. طيب لو انا عاوز اجيب الكيو في طرف لوحدها يبقى هقول ايه؟ يبقى انا عندي الكيو تربيع على 2 جي الاي تربيع بتساوي كام؟ السبيسيفيك انرجي ماينس مين؟ ماينس الواي. طب لو عايز اجيب قيمه الكيو لوحدها يبقى هضرب ده واخد الايه؟ الجذر. يبقى الكيو في الاخر هتساوي سكوير روت كام؟ السبيسيفيك انرجي ماينس الواي في مين؟ في 2 جي اي سكوير، صح؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب قيمة الديستشارج دي بتساوي زيرو امتى؟ لو السبيسيفيك انرجي كيو بتساوي زيرو امتى؟ السبيسيفيك انرجي بتساوي الواي. لما السبيسيفيك انرجي بتساوي الواي، ولما ايه تاني؟ لما الواي بتساوي زيرو. يبقى انا عندي حالتين بيحققوا لي ان الديستشارج عندي ده يكون ايه؟ ايكوال زيرو. يا اما السبيسيفيك انرجي بتساوي الواي، تمام؟ يا اما ايه؟ ان الواي بتساوي زيرو. فشكل الكيرف عندي هيطلع حاجه بالمنظر ده. في قيمتين للديستشارج عندهم زيرو. لما الاولانيه لما الواي بتساوي زيرو، والثانيه لما الواي بتساوي مين؟ السبيسيفيك انرجي. طيب انا من هنا في عندي اقصى قيمه ديستشارج ممكن تحصل، يبقى دي الكيو الايه؟ الماكسيمم. هتحصل امتى؟ لما الواي هتساوي الواي كريتيكال. تمام؟ يبقى الكيو ماكسيموم هتحصل لما الواي بتساوي ايه؟ الواي كريتيكال. طيب
القانون ده ممكن استخدمه في ايه؟ اقيس الديسشارج اللي ماشي في النيل. لو انت عندك، انا باصص دلوقتي في البلان تمام، لو انت عندك بحيره بالمنظر ده، عندك ليك تمام، ومن الليك دي عاوز تاخد منها تشانل عشان توصل الميه دي لشويه ايه؟ بيوت هنا، شويه اراضي زراعيه، وناس محتاجه الميه هنا تمام؟ طيب يبقى كل اللي انا هاجي اعمله هعمل ايه؟ يبقى هاجي افتح الشانل بالمنظر ده، يبقى هفتح هنا مدخل او انترنس عشان الميه تبتدي ايه؟ تمشي من الليل تخش ايه؟ للشانل دي عشان الميه توصل لمين؟ للناس دول، صح؟ الكلام ده في البلان، انا بسسته في البلان. طب تعال ناخد كروس سكشن في الكلام ده، لو اكني واخد كروس سكشن في الكلام ده بالمنظر ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ الليل هتبقى حاجه بالمنظر ده، والشانل ده البيت ستوب بتاعه تمام؟ في مشكله؟ طيب يبقى ده الانترنس اللي احنا كنا بنقول عليه هو الجزء ده، ماشي؟ في مشكله؟ طيب مش الليك دي بيبقى فيه منسوب ميه فيها معين، بحيره، والبحيره دي فيها منسوب ميه، صح؟ وانا عاوز من الميه دي ابتدي اخد ايه؟ من الليك دي ابتدي اخد شويه ميه بحيث ان هي تخش في الشانل اللي موجوده عندي، تمام؟ في مشكله؟ طيب يبقى انا هنا وليكن ان القيمه دي هتكون اتش تمام، وده الانترنس بتاع الشانل، في مشكله؟ طيب لو انت طبقت الاستاتيك انرجي ما بين النقطه دي نقطه واحد ونقطه اتنين هتقول ايه؟ الاستاتيك انرجي، الاستاتيك انرجي ايكويشن. طيب الميه في البحيره بيبقى ليها سرعه، بيبقى ليه تقريبا زيرو، صح؟ وبالتالي انا عندي عند واحد ده الاتش زائد السرعه اللي موجوده في الليك تربيع على 2 جي، ودي تقريبا بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، صح؟ طيب الكلام ده بيساوي مين؟ بيساوي هنا مش في عمق ميه اللي هو الواي، مظبوط؟ طيب وهنا لو جيت اخدت الخط ده كده ومشيته افقي، القيمه من هنا لهنا وليكن ده هو التوتال انرجي لاين، يبقى الجزء ده هو مين؟ الفلوست هيد، صح؟ وبالتالي انا عندي الواي زائد في تربيع على 2 جي، مظبوط؟ في مشكله؟ طيب الاتش دي متغيرة؟ ثابتة، ده منسوب المية اللي موجودة عندي في الليل، صح؟ منسوب المية اللي موجودة عندي في الليل ده ثابت ما بيتغيرش، وبالتالي هو ده السبيسيفيك انرجي اللي موجودة عندنا، ويبقى هي دي قيمة الـ HB ما بتتغيرش، عشان كده بنقول عليها كونستنت، تمام؟ طيب بتغير قيمة الواي اللي هنا، إيه اللي هيحصل؟ الدسشارج قيمته هتتغير، فهمتوا؟ يبقى التغير قيمه الاتش هي دي السبيسيفيك انرجي اللي موجوده عندنا، دي ثابته ما بتتغيرش، ده منسوب الميه جوه الايه؟ جوه البحيره، ده ثابت. طب امال ايه اللي بيتغير؟ الواي اللي هو عند الانترنس، وهنعرف ازاي ممكن اغير الواي عن طريق ان انا العب في ايه؟ في السلوب بتاع البيت، تمام؟ ان انا اقلل السلوب، ازود السلوب، من خلالها اقدر اتحكم في قيمه الواي اللي موجوده هنا، تمام؟ طيب وبالتالي المتغير عندي هو مين؟ الواي والفلوستي الموجودين عند المدخل اللي هو عند الانترنس، ودول لما بيتغيروا ايه اللي بيحصل؟ قيمه الدسشارج اللي داخله جوه الشانل عندي بتتغير، عشان كده في الكيس دي بنقول ايه؟ ان انا عندي برسم العلاقه ما بين الواي والكيو على اساس ان السبيسيفيك انرجي ماله بيكون كونستنت. طب لو انا عاوز ادخل اقصى قيمه فلو في الشانل دي هعمل ايه؟ هخلي الواي عند الانترنس هنا هي الواي كريتيكال عشان ادخل الناس
تمام؟ في مشكلة؟ فاهمين؟ أمسح ده؟ ان الكيو ماكسيمم دي هتحصل مع الواي كريتيكال اللي هي دي صح ازاي طيب بالظبط يبقى انا هعمل ايه عشان اشوف قيمه الفلو ماكسيمم دي مش دي نقطه الانقلاب في الكيرف اللي عندي انفليكشن بوينت طيب لو عاوز اقيم القيمه عندها اقول ايه ان الكيو ماكس دي عندها الكيو ماكسيمم يبقى هاجي اقول ايه؟ ان ال dq باي dA ال y equal 0 يبقى انا هشتق المعادله دي بالنسبه ل 0 في الاخر المفروض ايه اللي يطلع عندي؟ بما ان ده طلع بال y critical جربها في البيت اشتقوا المعادله دي dq باي dy وسواها بال 0 هيطلع عندكم في الاخر ايه؟ بما ان دي حصلت y critical هيطلع عندنا كيو تربيع في البي على الجي في الاي كيو ايكوال كام؟ ايكوال 1 يبقى في الاخر اللي هيحصل عندي لو اشتقيت المعادله دي وساويتها بالزيرو هيطلع عندي كريتيكال كونديشن اللي هو كيو تربيع في البي على الجي في الاي كيو ايكوال 1 وبالتالي الكيو ماكسيمم هتحصل مع الايه؟ مع الواي كريتيكال تمام؟ اثباتها دي مش عليكم بس اللي عايز يتاكد يشتغل المعادله دي بالنسبه للواي وهيطلع في الاخر لازم يطلع في الاخر الكريتيكال كونديشن ده عشان كده قلنا ان تو ماكسيمم هتحصل مع الواي ايه؟ مع الواي كريتيكال تمام؟ امسح امسح الجزء ده فيري وايد كروس سكشن ممكن اختصر وابسط القانون بتاعي شويه ازاي؟ مش انا عندي الكريتيكال كونديشن اللي هو الكيو تربيع في البي على الجي في الاي كيو ايكوال 1 صح؟ طيب الريكتانجلر كروس سكشن هو حاجه بالمنظر ده سطح الميه فيه وليكن كان هنا يبقى ده هو الواي والطول ده هو البي مظبوط؟ طيب احنا اتكلمنا على حاجه اسمها ديسشارج بيونت ويكس هو الديسشارج اللي ماشي في القطاع ده كله ده بنسميه ايه؟ الكيو كابيتال صح؟ اللي ماشي في الريكتانجلر ده كله طب الديسشارج في يونت ويكس اللي هو الكيو سبون ده عباره عن ايه؟ الديسشارج اللي ماشي في شريحه مدها عرضها 1 متر يبقى انا مسكت شريحه والشريحه دي عرضها 1 متر يبقى الديسشارج اللي هيمشي في الشريحه دي هو مين؟ الكيو سبون طب ايه علاقه الكيو كابيتال بالكيو سمول؟ يبقى انا عندي الكيو سمول دي ديسشارج بيونت ويكس يبقى ديسشارج الكيو كابيتال على مين؟ على البي صح؟ طيب مش انا ينفع هنا بما ان هو ريكتانجلر او فيري وايد كروس سكشن اشيل الكيو دي واحط مكانها اللي هو الكيو كابيتال واحط مكانها ديسشارج بيونت ويكس في البي صح؟ يبقى انا عندي هنا اول حاجه هعملها يبقى انا عندي الديسشارج بريت ويكس في البي سكوير تمام مضروبه في البي البي اللي هي ايه التوب ويكس التوب ويكس اللي هو عندي هنا بكام هيبقى البي برضه صح طيب يبقى انا مضروب الكلام ده في البي ومقسوم على الجي في الاريا تكعيب الاريا عندي في الكيس بتاعت الريكتانجلر دي اللي هي بتساوي كام؟ بي فور يبقى انا عندي هنا الاريا دي تبقى بي في الواي والكلام ده تقييم الكلام ده بيساوي واحد مظبوط؟ طيب ممكن اختصر ايه؟ البي تقييم مع البي دي صح؟ في مشكلة؟ القانون ده في مشكلة الواي اللي احنا بنعوض بيها هنا هي الواي ايه؟ الواي كريتيكال تمام؟ حد شيت؟ طيب من هنا اقدر اقول ايه؟ ان انا عندي الكيو تربيع على الدي في الواي كريتيكال ايه؟ تكعيب بتساوي واحد
صح؟ يبقى من هنا اقدر اجيب الواي كريتيكال على طول ولا لا؟ يبقى الواي كريتيكال ده بيساوي ايه؟ الجذر التفعيلي لكيو تربيع على الجي. تمام؟ حتى الريكتانجل او الفيري وايد كروس سكشن لو انا عاوز اجيب الواي كريتيكال على طول اخش اعوض في القانون ده اللي هو الجذر التفعيلي لكيو تربيع على الجي. كيو دي اللي هي الدستشارج جرينت ويت. تمام؟ الدستشارج اللي ماشي في شريحه عرضها 1 متر. في مشكله؟ طيب انا دلوقتي لو انا عاوز اجيب قيمه الفلوستي كريتيكال هجيبها ازاي؟ يعني في الاريا عوض بالواي كريتيكال الاريا وعوض بالواي كريتيكال تمام. يبقى بعد كده هعمل ايه؟ يبقى انا عندي الكيو بتساوي ايه الفلوستي؟ يبقى الكيو سمول بتساوي الوورد في الايه؟ في الفلوستي صح؟ يبقى الكيو على الواي الفلوستي الكريتيكال كريتيكال قصدك تقولي مش كده لا مش كده في البنت التعودي إذا مش حاجة سهلة اسمها فرويد نمبر صح فرويد نمبر ده ممكن أعمل منه إيه؟ فرويد نمبر ده هيساوي واحد صح؟ طيب فرويد نمبر ده اللي هو بيساوي ايه؟ الفيلوستي على جذر الجي في الدي بتساوي واحد. القانون ده فيه حاجه غلط. اكيد واي كريت بس مفيش واي كريت اكيد بس هنا في فيلوستي كريتيكال بيبقى الدي دي هتبقى الدي كريتيكال صح؟ في كريتيكال في مشكله؟ طيب يبقى الدي كريتيكال دي الدي كريتيكال دي الدي دي بتساوي ايه؟ الاريا يبقى انا عندي الدي بتساوي الاريا على التوب ويت اللي هي بتساوي كام في الاخر؟ اللي هي هتساوي الواي صح؟ يبقى انا من هنا اقدر اقول ايه؟ ان الفلوستي الكريتيكال دي بتساوي مين؟ جذر الجي في الواي الكريتيكال تمام؟ في مشكلة؟ طيب آخر حاجة السبيسيفيك انرجي المينيموم بتساوي ايه؟ مفيش مشكلة لحد دلوقتي السبيسيفيك انرجي المينيموم يا شباب واي بالظبط كده ما احنا عاملين كل ده الكلام ده بيقول ايه يعني تمام يبقى انا عندي هنا واي كريتيكال زائد دي كريتيكال تربيع على 2 جي مظبوط صح طيب يبقى انا دلوقتي البلوست الكريتيكال دي مش ممكن اشيلها واحط مكانها القيمه اللي انا حسبتها فوق وهربطها يبقى هتبقى الجي على الواي كريتيكال يبقى انا عندي الجي على الواي كريتيكال صح على كام؟ على ال 2 جي يبقى انا عندي الجي هتروح مع الجي يبقى في الاخر هتساوي كام؟ 1.5 واي كريتيكال يبقى انا عندي الثلاث قوانين دول احفظوهم كويس جدا حتى الريكتانجل والفيري وايد كروس سكشن لو طلب الواي كريتيكال يبقى بتساوي جذر التفعيل الكيو تربيع على الجي الفلوس الكريتيكال جذر الجي واي كريتيكال السبيسيفيك انرجي مينيمم اللي هي 1.5 واي كريتيكال تمام في مشكله هينزل لكم الفورمولا شيت دي قبل الامتحان بصوا عليها بس بلاش تذاكر من الفورمولا شيت الكويزز انا مش هديك اي حاجه مش هديها لك في الكويز في الامتحان الميد تيرم والفاينل بتبقى موجوده بس مش هتستخدمها ان شاء الله
عشان انا هعلمك ان انت ما تستخدمهاش. لو نسيت يبقى تبص فيها بس مش هتنسى من كتر الحل مش هتنسى. ما يبقاش كاتبها كده بالظبط. عشان كده بقول لك مالكش دعوه بالكون ماشين. ما يبقاش كاتبها. ممكن يكتب لك ان السبيسيفيك انرجي بالك من الاول خالص بتساوي الواي زي بيتا بي على 2 جي. وانت خش بقى عوض الكلام ده واستنتج الكلام ده في الامتحان. واحد ونص
واي كريتيكال اللي انا لسه حاسبها فوق يبقى 1.5.971 اللي هي بتساوي كام؟ 1.457 متر. في مشكله؟ طيب بيقول لك ايه ستيت ويذر ذا فلو از سب كريتيكال اور سوبر كريتيكال. الفلو اللي عندك ده سب كريتيكال ولا سوبر كريتيكال؟ يبقى المطلوب سي. هو عاوز يحدد اذا كان الفلو سب كريتيكال ولا سوبر كريتيكال. هعمل ايه؟ ليه؟ انا عندي الواي بتساوي كام؟ مش الواي بتساوي 1.6 متر. ايه علاقتها بالواي كريتيكال اللي انا حسبتها؟ اكبر من الواي كريتيكال صح؟ يبقى ده معناه ان الفلو ايه؟ سب كريتيكال فلو. يبقى الفلو هو سب كريتيكال صح؟ مش بيطبق قوانين وخلاص تمام؟ طيب المطلوب رقم دي طيب مطلوب رقم دي what is the depth returned to the depth given above اللي هو عاوز ايه؟ الالترنيتف depth بتاع ده. هو الدبس ده كان في ايه؟ سب كريتيكال صح؟ يبقى الدبس التاني الالترنيتف بتاعه المفروض يكون ايه؟ سوبر كريتيكال. طب عشان اجيبهم عشان اجيب التاني ده هعمل ايه؟ فاكرين الرسمه دي؟ يبقى ده السبيسيفيك انرجي وده مين؟ الواي. طيب مش ده شكل الكيرف اللي عندي؟ طيب الفكره كلها ان عند قيمه السبيسيفيك انرجي معينه القيمه دي كانت كام؟ 1.6 متر اللي هو الواي اللي هو كان جنبه. ودي في قيمه السبيسيفيك انرجي معينه هو عاوز يجيب القيمه دي هتبقى بكام؟ السبيسيفيك انرجي دي كانت بكام؟ مش احنا حسبناها في الاول اللي هي 1.78 صح؟ يبقى السبيسيفيك انرجي دي بتساوي 1.78 مظبوط؟ طيب يبقى كل اللي انا هعمله ايه؟ يبقى السبيسيفيك انرجي بتساوي كام؟ القيمه دي عندها واي دي هنقول عليها واي 1 ودي واي 2 يبقى واي 1 زائد واي 2 قصدي زائد بي 2 تربيع على 2 جي صح؟ اللي هي بتساوي كام؟ السبيسيفيك انرجي دي بتساوي كام؟ 1.78 الواي 2 هتنزل زي ما هي زائد الفلوس دي هشيلها واحط مكانها ايه؟ الكيو على الاريا بس كيو تربيع على انهي اريا؟ الاريا 2 لان الواي اتغيرت صح؟ يبقى انا عندي الكيو كام؟ ب 18 تربيع على 2 في 9.81 في مين؟ ها يا شباب الاريا 2 صح؟ الاريا دي كام بقى؟ 6 في واي 2 يبقى انا عندي 6 في مين؟ واي 2 الكلام ده تربيع صح؟ المجهول الوحيد اللي عندي في المعادله دي مين؟ واي 2 يبقى من هنا اقدر اجيب الواي 2 اللي هو هيطلع الالترنت نفس بتاع ايه؟ واي 1 اللي هو 1.6 خد معايا الناس تطلع وتحسب ايه؟ واي 2
الكيس دي لو انت اديته رقم اكبر من 0.971 هيطلع لك الناتج 1.6. لو اديته رقم 0. بأقل قيمه اقل من 0.971 هيطلع لك 0.632. عشان كده خلي بالك. تاني في الشيفت سول، اول ما بتقول شيفت سول تمام للايكويشن اللي عندك بيطلب منك ان انت تديله انيشال جيس عشان يبدا من عندها تمام. طيب لو اديت له القيمه دي اكبر من 0.971 هيروح يجيب ال 1.6 تاني، وانا مش عايز دي، انا عاوز القيمه اللي اقل من ال 0.971. عشان كده لازم اديله قيمه اقل من 0.971، لازم اديله انيشال جيس بقيمه اقل عشان يروح يجيب الناتج اللي هو 0.632. ناس كتير بتتلخبط في الامتحانات بسبب الموضوع ده، من كتر الاسئله الناس بتبقى ايه؟ عاوزه تكتب اي حاجه تمام؟ فيجيب هو مديله الناتج الواي ده 1.6 يروح يجيبه له 1.6 برضه تمام؟ فالناس تخلي بالها وهي بتعمل شيفت سولف. انا عندي واي كريتيكال يبقى الفلو بتاعي ابقى فاهم القيمه الثانيه دي لازم تكون سوبر كريتيكال، يبقى اقل منها، يبقى ادي للقرش قيمه انيشال جيس اقل من القيمه دي تمام؟ في مشكله؟